هو مغربي رد على داك البروش الكرغولي اللي خرج كيخرج اغنيه ضد المغرب. سمع دابا نخليكم تسمعوا واعطيوني الراي ديالكم في لي كومونتير. اسمع مازال ما درتيش ابوني، واش كتسنى؟ دير معنا ابون، زير معنا الصبه. يلا السلام عليكم، كيف حالكم اخواني الكرام؟ اين انتم يا بني كرغل؟ اشتقنا لكم. اليوم الاخوان غادي نشوفوا مغربي يرد باغنيه على الجزائري او الكرغولي البرهوش اللي جاو تهلاو فيه هنا في المغرب. صور انهم جاو تهلاو فيه وداو للكباريه زرعوا عليه 4000 فوق الراس وكذا، وهذا مشى ليه هو يخرج اغنيه كي يستفز بها المغاربه. اجيو نشوفوا هاد الفيديو، لكن قبل نشوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا. اول فيديو تابو المزور جابوه العسكر ما كاش الشارعي. هكا بغيتكم الكراغله، وكان خرجتو هكا نحترمكم انا، كون خرجتو طلبوا بحقكم. واش 2024 مازال الواحد كيشط الصفه صاحبي على الحليب؟ راه غير نتوما في العالم. الشعب اللي قرر دوله مدنيه نيشان. دوزوا الفيديو اخر الاخوان. انا جايكم في 2025. شوف هذا اش كيقول لنا، قال كان جاي لكم في 2025. واسمع اسمع اش كيقول، اسمع ركز معايا. انا جايكم في 2025، انا جاي نزيد لكم حاجه في 2025 معنا، نجي نجوع عندكم ذم والله غير في بلادك تدي الكف وندي اختك قدامك ونروح. في بلادك تدي الكف وندي اختك قدامك ونروح. سمع وانت تشوف 40 مليون ديال قيطون كتسمع. والله الا انا جاي مدبلة تحفه، والله هاد بوبكري لا عالم، هذا يستحق الاحترام والتقدير. هذا رفيق بوبكري كان جايين نزيد لكم حاجه في 2025 معنا، نجي نجوع عندكم ذم والله غير في بلادك تدي الكف وندي اختك قدامك ونروح وانت تشوف 40 مليون ديال قيطون كتسمع. والله الا كاين بالله. دوزوا الفيديو اخر. فتاة جزائرية كيتقابل المرايا، شوفوا الكرغولية حيت كتقابل المرايا اش كدير، راه هكا دايرين كاملين. هكا دايرين الكرغولية. نيشان قالك خليه حتى يجي، ايه ما يقدرش يجي، ما يقدرش يجي. دابا هو اللي كيحل فمو تما وراء الكاميرا وهذا وراء التليفون الهواتف، ما يقدرش يجي. اما وكان يجي نتعرض ليه شخصيا، واللي بغى نديروها اللي عجبو اللي عجبو نديروها. دوزوا الفيديو اخر. محرض على الارهاب على راس مطار الجزائر يا جدك يا صحراوة اللي قبل تدور الاستقلال. اسمع موتوا واستشهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الاراضي المغربيه، مش الاراضي المحتله، المغربيه في كازا في مراكش داكور. كاين اعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي، وتسيبوا مغاربه مغاربه الصلاح تسيبوهم معكم، ولكن باش تبقاو كيما هكا تنتظروا في الاستقلال مع عند الامم المتحده هذه نساوا. والله انت بدا يتسناو بدا تسناو حتى انتم لا شديتوا شي لعبه، زيدوا 50 عام اخرى. شو هذا دابا اللي كيحرض كيقول لهم تمشيو لكازا تمشيو لكادير ديروا ما ديروا، هذا خص الانتربول تدخل. هذا واش هذا دابا قولوا لنا واش هذا صحفي في قناه رسميه وكيخرج كيقول لهم خصكم تمشيو تحاربوا ديروا تقاتلوا؟ قال لي غادي تلقاو مغاربه صالحين. واش كاين شي صالح اللي غادي يبغي الضرر للبلاد؟ وجه الترموس ودنيك خارجين بحال الحمار. كنقول علاش ودنيكم كيطولوا الصاع اللحم اللي كتاكل؟ راهي صراحه الوصف الوحيد اللي ينطبق على النظام الجزائري الذي يعني في وقت انه كل الدول تحاول انه تعطي صوره جيده لها. دولة تحياتي وتصبحي على خير، شكرا بزاف الناس ديال التيك توك تحياتي ليك. المؤسسات انها تتجنب تعيين اشخاص ربما عندهم ماضي سيء او عندهم قضايا فساد او حرضوا، فما بالك انهم يحرضوا على العنف وعلى الارهاب. النظام الجزائري ما لقاش شكون يعين على راس شركه تسيير مطارات الجزائر، منشات مطارات الجزائر، جابوا شخص حرض على الارهاب في دوله جاره وبعيدا على الصراع هذا بين الجزائر والمغرب وغير ذلك.
ولا خلي هادي دابا بدا يسمعوا اصحاب خاوه خاوه، اش بان لكم اصحاب خاوه خاوه؟ واحد كيجي كيقول لهم خصكم تدخلوا وتقاتلوا وتضربوا وكذا وديروا. انك تعطي صوره للبلد، تعين شخص مثل هذا في منصب حساس مثل هذا، على بالك واش معناتها امام العالم؟ اللي صوره الجزائر اضافه بطبيعه الحال الى التوقيت، صوره الجزائر صارت كارثيه، مطالب في الولايات المتحده الامريكيه. تحيه الناس اسبانيا، تحياتي لك. فرض العقوبات على الجزائر وغيرها، انت عوض انك تحاول تبعد نفسك على مثل هذه التهم ومثل هذه الشبهات، تعين شخص اصلا لا كفاءه له، لا مستوى اخلاقي لا مستوى ثقافي. عندكم شي واحد اللي عنده مستوى اخلاقي ولا ثقافي؟ يا الكراغله كلكم بحال بحال، كلكم تريكه وحده. ندوزو لفيديو اخر. فينيسيوس لاعب ريال مدريد يعني وجاي نعمس ديال الطوينكات واش بغيت يلبس؟ جلابه ويدير الطاقيه وسوار قنريسي. عنده الحق هذا، قال لك لا جا علاش يدير ايوا شوف دابا كاين شي واحد والله الا سيدرو برازيلي كاين فريس يضرب القندريزي. فينيسيوس لاعب ريال مدريد يعني وجاي نعمس ديال الطوينكات واش بغيت يلبس؟ جلابه ويدير الطاقيه وسوار قندريسي سيدرو برازيلي كاين في ريال مدريد وعنده ثقافه اخرى، جا المغرب عادي، اش قرب هادشي اللي كتقول انت لهادشي؟ اش قرب النشر المسيحيه ولا النشر سيد ما هضر معاه على المسيحيه، جا الدراري يلعب معاه ماتش ديال الكره، دار شويه في المغرب، عيط على كامافينغا، هو جا عنده تهوية تعرف. هادشي راه كيقصح الكراغلة فاش كيشوفوا هاد النجوم كيجيو لمراكش ويجيو لكادير ويجيو لكازا ويجيو لطنجة، وهذا كيقصح الكراغلة. المغرب ما عندهم فين يمشيو هما، مشي يشوف فين يشوف قشيحة ولا الشوشع اللي يمشي يشد الطوابير مع 6 الصباح. الناس هما وحداك في الجزائر بغا يعطوه الفلوس غيمشي عندهم، ها العار بيعطوه الفلوس يمشي عندهم. هما ما قادرين يجيبوا غير الحفيد ديال مانديلا، جابوه قراو هادشي يقولوا عطاوه ورقه، وفي التالي ديك الورقه ما قضات والو. الاراضي الصحراء راه في مغربيه والمغرب في صحرائه. ولكن السيد اختار المغرب، اختار وجهه زوينه، جا بغى يعرف بالمغرب، الناس خدامه على السياحه، ومراكش ما فيش واحد مسيحي. دابا لك فينيسيوس هو بالك مراكش، مراكش راه فيه كتدخل ليه مليون ديال المسيحيين والكنوث، ما عرفت مين كيجيو كاع، كيف المشكل؟ شكون مسوق ليه باش كيديروا كاع هما ولا شكون همهم؟ ديجا ندوزو لفيديو اخر. فين وصلنا؟ اين وصلنا؟ سبحان فينيسيوس هو هذا الاخر قال ومالك اصاحبي واش ما بالكش كتجري؟ قال زعما واش ما كتجريش؟ قال واش غير وقت طواتهم بجوج. ندوزو الفيديو اخر. هو مغربي رد على داك البروش الكرغولي اللي خرج كيخرج اغنيه ضد المغرب. سمع دابا نخليكم تسمعوا واعطيوني الراي ديالكم في لي كومونتير. اسمع يشدوا المغرب ويشيعوا بينا خلاص جدهم عايشين في الغبينه عايشين في الغبينه. انا كنت نعسى وخص خص خص الامل المغربي انه يبحث في هذوك اللي دخلوا داك البروش، داك البروش اللي خرج دابا ليه وكيسب المغرب، شكون اللي دخلوا؟ ومن هنا لقدام اللي دخل يشدوا عليه شي، ماشي يشدوا، خص يكون شي قانون اللي يحمينا من هاد الكراغ. راه كيدخل دابا كيتهلا فيه ويخرج ليه بدا يسبنا، خص شي حاجه باش نبقاو شادينو حنا. عندك الغاز والبترول اللي قد تعيش في الناعم ماشي في الجحيم، كاينه وما يشدش طوابير. اللي كيديروا لكم بنكا يسميوها بنك الجزائر للغاز والبترول، والله يسمح لنا بكم ما عمرو استفدتوا به. وتخلط خلاضر جدك وتفيق وتضرب القهوه بالحليب وتطوح حليب المطه وتمشي دوز ب 10 دولار وتجي جاي. لاكوست دولاريني يا عند البنك نفريني، ماشي لاكوست دولاريني عند حبيبتك تفريني وتجيب خالي او
ما قال لا وذا الما سبكم ما شسمكم عطاكم العصير في كاس كبير سالينا سالينا دابا فين كيبقى فيك الحال هو ان هاد البروش هذا الكرغولي اللي جا عوج العينين صاحبي راه عين كتشوف لهاد الجي وعين كتشوف لهاد الجي جا هزوه فوق ريوسهم المغاربه تهلاو فيه ودخلوا الكباريت وكيغنيو شوف عرفتي عرفتي هاد الاغاني ديال الواي واي ولا ديال التخربيق ديالهم راه لوطوتين راه حتى انت كمشاهد دابا اللي كتشوف غادي تغني حتى يديروا لك لوطوتين وكانوا لا 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 كي سيدي لوطوتين وبدات اللي تما وليلي تيصبح الصباح ودخلوا تهلاو فيه المغاربه وكذا وشت لي ملي شت لي فيديو قلت لهم داك الكرغولي اش كيصنع باش تجيبوه باش تهلاو فيه وتخلى اش كيصنع هذا البروش هذا عين كتشوف هنا عين كتشوف ليه ها هو حيانا الله حتى خرج ليه وكيسب المغرب حيانا الله حتى شفناه اش قال نتاسف لان ما كنستافدوش يدخلوا يسب يحترموهم هنا ويخرجوا يسبونا خصنا شي حل للاخوان عطوني في لي كومونتير الحل شكون هو يلا الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله السلام عليكم.